وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد التحية، أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي الهام، كيف ترى هذا المؤتمر وتوقعات حضرتك ليه؟ كل التهاني والتقدير لحضرتك والساده المشاهدين. خلينا نقول انه المؤتمر الاقتصادي مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي تاتي في التوقيت المناسب وتؤكد حرص الدوله المصريه التي تعمل على مختلف المسارات، حرصها الشديد على تحقيق كافه الاحتياجات والحلول وتقديم الحلول والخروج بنتائج ومخرجات تهم المواطن وتصب في صالح المواطن المصري، وتؤكد أن المواطن المصري في عقل وقلب السيد الرئيس وفي عقل مؤسسات الدولة المصرية، وأنها حريصة كل الحرص على فتح آفاق للمناقشة. مؤتمر يضم حوالي 500 ضيف من الخبراء والمتخصصين ومختلف مؤسسات الدولة من رجال الصناعة والتجارة ورجال الأعمال وغيرهم والخبراء، من أجل الوصول إلى نتائج مهمة، خاصة أن هذا المؤتمر يأتي في سياق تمر به الدولة المصرية في تنظيم أكثر من حدث وأكثر من مؤتمر على أكثر من مسار. نحن نتحدث عن الحوار الوطني وهو يتزامن أيضا مع المؤتمر الاقتصادي، وهو يعني عندما نمد خيط على استقامات، نؤكد هنا على أنه الحرص الشديد من المؤتمر الاقتصادي أو المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يتلازمان ويتتقام بعضهما البعض، خاصة الهدف الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي هو البناء على ما تم من إصلاح قامت به الدولة المصرية عام 2016، وهو الإصلاح الذي قاد هذه الدولة وقاد مؤسساتها للعبور من الضربات المتلاحقة التي لحقت بالعالم أجمع وفي القلب منه مصر، جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم ذلك هذا الإصلاح ساعد في صمود وثبات ورسوخ مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة كل هذه التحديات، وبالتالي المؤتمر يهدف إلى البناء على هذا الإصلاح ويعني تقديم كافة المحفزات التي تصب في مصلحة المواطن وتواكب التحديات. وهنا يعني خلينا نقول يعني الهدف هو تحويل الأزمة العالمية إلى فرصة للدولة المصرية والعبور منها طبقا لنظرية التحدي والاستجابة. وبالتالي هنا لما عندما نتحدث عن المسارات اللي حضرتك ذكرتها، سواء السياسات الكلية للاقتصاد أو القطاع الخاص أو خريطة الطريق، إذا نحن أمام جدية بالغة من رأس الدولة المصرية واهتمام شديد من رأس الدولة المصرية، وهناك يعني حرص شديد من قبل مؤسسات الدولة على الوصول إلى أفاق ومسارات جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع ومن ثم تؤثر على الدولة المصرية ومحاولة العبور منها. وأتوقع بكل تأكيد أن هذا المؤتمر ستكون له نتائج إيجابية قوية جدا تفتح أفاق ورؤى وخطط لمعالجة الأزمات الاقتصادية في مختلف المجالات، سواء الصناعة أو التجارة، الاستيراد أو التصدير، مختلف المجالات. وبالتالي خلال الثلاث أيام سنستمع إلى أخبار مضيئة في هذا المؤتمر الاقتصادي ونتوقع له نتائج يعني مهمة جدا إن شاء الله. نتمنى النجاح لهذا المؤتمر. الشكر الجزير للسيد الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي.